السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الجماعة والأخوة يسألوني هل طريقة الفرك فعلا ممتازة ولا لا، أو مجدية أو لا. هذا ما شاء الله عقد جديد من بعض الأزهار اللي عملناهم، في عقد جديد ما شاء الله. هو اجتهاد في النهاية، هو اجتهاد. يعني احنا نقولكم إذا ما في حشرات وممكن ينعمل بالتلقيح الذاتي او استعمال اللي هو فرك الزهرة، ما شاء الله تبارك الله شغل ممتاز. هذا العقد جديد، هذا اللي تم فركهم تقريبا قبل فترة، هذا عقد جديد. انا تلاحظ ما شاء الله تبارك الله، ومستمر العقد، مستمر العقد. هذا عقد جديد ما شاء الله تبارك الله. وين بعض الازهار اللي فركناهم وتم فركهم؟ ما شاء الله عقد جديد، ثمار قديمة ما شاء الله. فاللهم بارك، شيء ممتاز وشيء مفرح. وأحجام اللهم لك الحمد، هذه السنة أحجام وخير. لاحظوا العقد الجديد ما شاء الله تبارك الله، هذا عقد جديد، كله عقد جديد، اللهم لك الحمد. يسعى الواحد يجتهد، ولا الله كاتب لنا له ترى بيحصله في النهاية. فهذه الحركة ممكن تنفع، يعني ما احنا ما نقول انها ما بتنفع، ممكن تنفع، اللي هي طريقة فرك الزهرة لحدوث عملية التلقيح. واحنا اللي نتعلمه وكخبرة نوصله لكم يا اخوان. لاحظوا يا اخوان يا جماعة الخير، هذه يمكن ما تكمل بسبب الحرارة، يمكن ما تكمل، ولكن حدث التلقيح وهذا اللي يهمنا.